أصفر الكليب المنتظر للأغنية الناجحة عبالي حبيبي بعد فترة انتظار كبيرة من جمهورها ووسائل الإعلام التي تحدثت كثيراً عن العمل. الكليب يصور على مدار 3 أيام، بدأت الأحد والاثنين، على أن تنتهي غداً الأربعاء، ويقوم بإخراجه مازن فياض. هل سترتدي إليسا في الكليب فستان زفاف أبيض من تصميم المصمم العالمي إليسا عب؟ ما هي فكرة الكليب؟ وبأي صورة ستطل إليسا؟ ويذكر أن الكليب يصور بسرية تامة وبعيداً عن الإعلام، ولكن كاميرا الأخبار تواجدت في موقع التصوير، حيث سنقدم لكم تغطية خاصة عن الأجواء في نشراتنا المقبلة من خلال لقاء حصري مع إليسا تحدثت فيه عن الكليب وأمور أخرى. وفي ختام النشرة، هذا تذكير مرة جديدة بالعناوين.